مساء الخير. ربنا وصف مواضع كتيرة بالصوم عن الكلام مع الناس، ومن ضمنها مواقف كان بيبقى فيها اتهامات وظلم مباشر، زي أمر ربنا لستنا مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الحكمة عظيمة، أولها أن يبقى التركيز والمرجعية واللي بيشغلنا هو ربنا مش البشر، والحاجة التانية إن المنهج الأساسي في التعامل مع البشر يبقى مبني على السلام مش الجدال ولا الصراعات اللي هما من أساسات أمراض القلوب. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. التعامل مع البشر حاليا محتاج قوي المنهج ده في التعاملات، ما نتكلمش إلا على القد قوي، يعني نتجنب الحوارات والتفاصيل اللي ملهاش لازمة، وكل المحكات اللي دخلنا في دوائر الصراعات وتبعدنا عن معاني السلام والطمأنينة، وفي نفس الوقت نطبق واذكر ربك كثيرا. فبنقلل تعاملات ما تجيبش غير قلة الراحة والسلام، وبنكتر ذكر الله، فيتحقق المعنى الحقيقي للسلام. حقيقي الكل مكبوت ومضغوط، ومحدش بالبساطة دي عنده لا طاقة ولا مخزون للاستيعاب. ففكرة انك تتعامل وتتكلم مع الناس واللي قدامك يفهم المقصود، او انك اصلا تقدر تعبر عن المقصود صح، او ان تكون النفوس سويه فما تحرفش المعنى او المغزى من كلامك، او ان يكون في وعي وادراك في استقبال الاختلافات والفروق الفرديه من غير انطباعات سلبيه لمجرد الاختلاف وبس ما بيننا، كل ده مش بسهوله يتوجد، ومش مطلوب اصلا يكون موجود مع كل اللي حواليك. كغريزه بشريه كل واحد فينا بيميل انه يثبت وجهة نظره ويفرض آراءه وتوجهاته. الفكرة ان الدايرة دي لو دخلت فيها وفي كل مرة ما بتبقاش عارف تحقق ده، يا بتتفهم غلط، يا بتتصد، يا بتتجرح بطريقة ما. كل ده هيأثر على ثقتك بنفسك، شعورك بالظلم، شعورك بالاختراب. وبرغم ان كل دي تفاصيل بسيطة، لكنها مؤثرة مع الاستمرارية والتكرار. ده غير بقى ان الناس بشكل عام ما بتكونش انطباعاتها بالدقة والفهم في ان هما يفهموا افكارك او مشاعرك. الناس بتكون انطباعات سريعة جدا من السلوك الظاهر والسلوك اللي مش متوافق معاهم والسلوك الاخير اللي ظهر منك. وغير ان النفس البشرية بتميل لملاحظة عيوب الاخرين والنقص فيهم عن عيوب نفسها وذاتها. وده غير ان العقل بيميل انه يترجم المواقف اللي بتأكد الافكار اللي نفسك ميالة ليها، فتكون انطباع نتيجة حاجة عقلك عايز يصدقها ويقنعك بيها مش لواقع شايفه. الدايرة دي كلها لو دخلت وانغمست فيها لازم هتصرف عنك تماما معاني السلام. هتعيش في صراعات طول الوقت مع الكل، مع اختلاف حجمها وتأثيرها ونوع العلاقات، وتلاقي اللي مسيطر علينا يا قلق يا تفكير، غضب، غيظ، تحفز، وتلاقي قلبك وروحك وعقلك ونفسك اتشغلوا بمهام تانية خالص ومشاعر منهكة قوي. السلام من أسماء الله الحسنى، وربنا أمرنا بيه وبلغنا الرسول عليه الصلاة والسلام: افشوا السلام بينكم. مش معناها أننا نردد السلام عليكم. افشاء السلام ده منهج وخطوات لازم تتعرف وتتطبق علشان نحققه في أرواحنا وقلوبنا، فنقدر نتعايش بيه. وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة بإذن الله مع الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف.